طبعا استعدادات سارية على قدم وساق من أجل البدء والتشريع لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة 2023. تم رصد مبالغ لتمويل هذه الانتخابات، لكن المسألة الأهم من الانتخابات هي خروج الشارع إلى الانتخابات. كيف ممكن أن نقنع المواطن بأن يخرج إلى الانتخابات، بأن يقتنع بأن يكون هناك عملية انتخابية ديمقراطية شفافة حقيقية، بعيدة عن التزوير، بعيدة عن شراء الذمم، بعيدة عن التمويل السياسي غير المشروع. فهذه النقاط كلها مهمة بأن يتبعها المواطن لإنجاح عملية الانتخابات المقبلة في المرحلة القادمة. طبعا الأساس في عمل الانتخابات سواء كانت تشريعية أو مجالس محافظات هو المواطن العراقي. المواطن هو أساس نجاح كل انتخابات. عندما يذهب المواطن لاختيار الشخصيات النزيهة، الشخصيات المعروفة، الشخصيات الوطنية، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن الاختيارات العشائرية والمذهبية وغيرها، أكيد سوف تكون هناك انتخابات تعتمد على مبدأ الكفاءة، وانتخابات تعتمد على اختيار شخوص أكاديميين خبراء في مجال عملهم، لهم القدرة على إدارة المحافظة، بعيدا عن الفساد، بعيدا عن كل ما يضر في هذه المدينة، لأن سوف يكون الاختيار للأشخاص المناسبين ووضعهم في المكان المناسب. فالمواطن هو أساس اختيار وأساس نجاح العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة. طبعا تشكيل كتلة نينوائية في محافظة نينوى، هذا الأمر صراحة حالة صحية نعتبرها، ونتمنى أن تكون هناك قوائم موصلية على الساحة، لكن لا يمكن حصر مدينة ثاني محافظة في العراق بقائمة واحدة. تعلم عدد المرشحين ضمن القائمة هو عدد محدود، ولدينا محافظة يصل تعداد نفوسها إلى 4 مليون، فما ممكن يعني أنه نحصر جميع المرشحين في قائمة واحدة إلا إذا كانت هناك أكثر من قائمة تابعة لنفس المحافظة، أم أن يكون توجه المحافظة إلى قائمة واحدة، هذا أمر صعب، لكن هي حالة صحية، ونتمنى أن تكون هناك قوائم وطنية موصلية نينوائية يقودها شخصيات من أبناء مدينة الموصل لقيادة المرحلة المقبلة.